مساء الخير مشاهدينا. افتتح مؤتمر الإمارات السادس لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ومعرض الأجهزة والمعدات الطبية بحضور نخبة من الأطباء والمختصين من مختلف دول العالم. أحمد الحلو والتفاصيل. انتهت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات السادس لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ومعرض الأجهزة والمعدات الطبية في دبي الذي ضم نخبة من الأطباء والمختصين في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد من مختلف دول العالم. هذه المؤتمرات هي فرص كبيرة جدا مفيدة لأطبائنا في دولة الإمارات والمنطقة الخليج بشكل خاص. العلاجات الخاصة بالجهاز الهضمي أو الباطني متسارعة جدا من أجهزة أو من أدوية أو من تشخيص أو أبحاث. فالتسارع هذا يتطلب منا ويطلب القائمين على هذه المؤتمرات بدعوة خبراء عالميين، دعوة شركات اللي عرض تجاربهم وعرض أبحاثهم وعرض أجهزتهم، مما يؤدي إلى تطور المعرفة لدى أطبائنا في المنطقة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على صحة المجتمع. ناقش المؤتمر آخر ما تم التوصل إليه في مجال الممارسات الطبية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد وإثراء المعرفة العلمية للمشاركين في المؤتمر حول مختلف المواضيع الطبية الهامة وإطلاعهم على التوجهات المستقبلية في هذا المجال الطبي المتخصص. هذا المؤتمر يركز على الجوانب العلمية الحديثة في قضية التشخيص المبكر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، في قضية توفير العلاجات السريعة، وعلاوة على دعم الحالات المرضية الصعبة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي. هذا المؤتمر استضاف العديد من الخبرات العالمية والتي لها دور كبير في ابتكار التقنيات الحديثة، وسوف يكون نوع من تبادل الخبرات وتبادل الآراء بين ممارسي المهنة الطبية والمعالجين وشركات الأدوية وشركات المعدات الطبية في سبيل توفير أفضل أنواع التشخيص والعلاج للمرضى. مؤتمرنا اليوم مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد يعتبر من أكبر المؤتمرات التي نظمت في منطقة الشرق الأوسط لهذا التخصص. أمراض الجهاز الهضمي والكبد من الأمراض الشائعة جدا، هنالك بعض الدول العربية لديها أكثر من ربع السكان مصابين بالتهاب الكبد الوبائي الصيني، فإذن نحن نتعامل مع مشكلة كبيرة ومشكلة يعني لابد من التدخل معها بشكل فاعل. شارك في المؤتمر 29 شركة محلية وعالمية من خلال عرض المعدات الطبية الحديثة والأدوية الخاصة بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد. كان مهم جدا ان احنا نكون متواجدين في المؤتمر ده، لانه مؤتمر من اهم المؤتمرات اللي بتعقد في الدولة، الجمعية الوطنية للجهاز الهضمي، كان لازم نكون موجودين ونشارك بأدويتنا اللي بيستخدمها كثير من الدكاترة هنا في المؤتمر. احنا مشاركين، احنا بنعالج الفيروس سي، هيبتايتس سي، عندنا العلاج الانترفيرون، احنا بنشارك مع الاويرنس والكامبين وبندي العلاج للبيشنتس. احنا اليوم في عنا جهاز جديد من اير بي اسمه الووتر جيت. هذه الووتر جيت يونت جديدة نزلت من اير بي من حوالي سنة، هي الأولى في العالم والوحيدة تقريبا في العالم، بيستخدموها بعمليات جراحة الكبد وعمليات جراحة الدماغ في أنواع خاصة من السرطانات تتطلب عملية جراحة باستخدام الماء، تمام، وعمليات جراحات الكبد اللي هي تتطلب كمان نوع خاص بالجراحة باستخدام الماء. الحديث أكثر عن المؤتمر وأهم المحاور الذي طبعا تناولها مع الدكتور سليمان النيال أخصائي الأمراض الباطنية والهضمية. مرحب فيك دكتور. يا هلا بيكي. دكتور، في البداية خبرنا عن جديد هالدورة من هذا المؤتمر. يعني طبعا هو المؤتمر دائما احنا إن كان بنحضرها خارج البلاد أو بنحاول إنه نعملها جوا البلاد، فهي لمتابعة آخر تطورات الطبية اللي حصلت. وبالنسبة للأمراض الهضمية فلا شك إن هي من الأمراض المنتشرة جدا في بلادنا، وإضافة إلى أمراض الكبد. ف
فلذلك المتابعة في التقدم العلمي اللي صاير فيه والبحوث العلمية هذا واجب الحقيقة على كل طبيب، وخاصة نحن فينا يعني المؤتمرات بتدور كمان في المنطقة لأنه في شيء اسمه بان أرب. البان أرب هو بيشمل عدة دول عربية وفيها لقاء بين الأخصائيين في مختلف الدول العربية، تبادل الخبرات، وبنفس الوقت يعني الحضور العلمي اللي جاي كمان من العالم. بلاد العالم أكيد يعني كان في حضور بارز من كثير من دول العالم وأيضا دول العالم العربي. يعني أهم الأهداف اللي كانت كان المؤتمر يعني كثير مهتم فيها وناوي يحققها في هذه الدورة، خبرنا عنهم. أهم شيء أنه هو إحضار الـ يعني آخر ما توصل إلى العلم وحتى الأجهزة الطبية والأشياء اللي صارت إلى داخل البلد حتى يكون الجميع قادر على أنه يحضرها. هلأ في أكثرنا نحن الأخصائيين لهذا بنسافر بنحضر المؤتمرات خارج الدولة وخارج حتى العالم العربي حتى نكون دائما على تواصل ونكون على استمرارية. بس كل تقريبا 3 سنين بنحاول أنه يكون المؤتمر في الإمارات، في الإمارات صحيح. حتى هو كمان يستقطب، فنحن بنستقطب استقطبنا السنة يعني international speakers عالميين من عالمي. متحدثين من أمريكا من ألمانيا من إنجلترا لولايات يعني المملكة المتحدة من أوروبا من عدة في إيطاليا وفي فرنسا وحتى من شرق آسيا من سنغافورة من تايلاند ومن هونغ كونغ ومن الهند. يعني وطبعا بالإضافة إلى العالم العربي الأساتذة، يعني مثلا الشقيقة مصر من أكثر الدول عندهم خبرة في معالجة التهاب الكبد سي بسبب انتشاره الكثير هناك وأمراض الكبد. فدائما هاي خبرات نتبادلها ونستفيد منها وبنفيد منها كمان. يعني كان كثير هناك كان في كثير من ورش العمل وأيضا التدريب وبالإضافة لمحاضرات، خبرنا عن أبرز المحاور اللي تناولتها. يعني خلينا نبتدي مثل ما المؤتمر ماشي، ابتدينا بالجهاز الهضمي العلوي اللي هو المريء. المريء طبعا من أكثر الأشياء شيوعا هذا اللي هي الالتهاب الارتجاعي للمريء الحمضي المعدي المريئي أو بسموه القلس. فهذا يعني صاير من أكثر الأمراض انتشارا بسبب نمط الحياة، بسبب الوزن الزائد، بسبب أنواع الأكل اللي بتزيد الحموضة. فاللي بيصير أنه قلة الحركة كمان، فكانوا يقولوا لك سمنة وقلة الحركة، يقولوا لك أيام زمان تعشي وتمشي صح. وهي الحقيقة كانت من الأشياء البديهية الممتازة إنه واحد ما ينام والمتناول هلا أكثر الأحيان عشانه متأخر ونومنا بعدها غير الوجبات السريعة، فبيبقى بالليل كتير الناس بتشتكي من الحرقة في المريء. والمشكلة ما هي بس حرقة وأعراض، الأعراض هاي قد تتسبب بالتهابات، والالتهابات قد تتسبب إلى تقرحات وندبات واحيانا سرطانات صح. يعني بالنسبه يعني المريء، اسمح لي دكتور، يعني دائما بنلاقي الناس لما يكون في عندهم حرقه بيعالجوه باي طريقه موجوده بصيدليه مثلا، اي دواء عملي بيكون بالصيدليه، ولكن يعني من خلال المحاضرات اللي انتم حكيتوا عنها في هالمؤتمر هذا المرض كثير خطير اذا تم اهماله. هو صحيح، يعني هو طبعا بيختلف من مريض، مثلا اليوم عزمتك على عشاء وعشاء ثقيل واكلتي وحسيتي بحرقه، بس انت عاده ما بتشتكي من حرقه، فهي بتاخذي اي دواء للحموضه او هيك شيء ومشي الحال. فهون ما بنعتبرك انت مريضه، انما هي شيء عرضي. لكن اللي كل يوم بيشتكي من حرقه ودائما بيشتكي من الم ودائما هذا طبعا لازم يعمل منظار حتى يشوف مجال الالتهاب لوين وصاير، ايش التغيرات اللي صارت في الخلايا. احيانا بتبتدي تغيرات بتصير بنسميها باريتس اوسيفيغاس وهي بتؤدي الى سرطانات. فطبعا باجهزه التنظير، اجهزه التصوير، وحتى هلا الكبسوله اللي بتبلعيها وبتتصور لجوا في بعض الحالات اللي المريض غير قادر على انه يعمل منظار كمنظار. جميل.